طائفة الأفوري شعب بيأكل الجثث وبيعاشر الموتى، بيمارسوا الجنس بأبشع الطرق اللي ممكن تتخيلها، ويعتبروا من أكتر القبائل الأفريقية اللي بيمارسوا الطقوس الشيطانية. الأفوري كلمة مشتقة من كلمة أغور، ودي باللغة السنسكريتية اللي تعتبر لغة الهند القديمة، ودي اللغة اللي كان بيتعبد بها الهندوس، واللي معناها غير خائف أو لا يعرف الخوف. طائفة الأفوري تعتبر طائفة هندوسية، لكن أصلها إيه وتاريخها إيه محدش يعرف، لأنها بتعتبر طائفة سرية وغامضة جدا. لكن العلماء اللي درسوا الطائفة دي بيرجحوا إن جذورها بترجع لطائفة الكابلاكا، واللي معناها حملة الجماجم، وطائفة كالاموفا، ودي طائفة هندوسية قديمة. الطوائف دي كانت معروفة انهم بيمارسوا عادات شيطانية ويتقربوا للآلهة بالقرابين البشرية وبعبادة آلهة الشر. مع مرور الزمن الطوائف دي اندمجت مع بعض وكونت طائفة الأفوري اللي أسسها في شمال الهند الراهب الهندوسي كينا رام. أفراد طائفة الأفوري بيكونوا متمركزين بصورة أساسية في قرية فاراناسي. طقوسهم بتكون عبارة عن همهمات وكلمات غريبة، وفي نفس الوقت بيكونوا دهنين أجسامهم برماد جثث الموتى المحروقة. بيمارسوا الجنس في تجمعات مع جثث الموتى. غذائهم بيكون من الطبيعة وبياكلوا أي حاجة حرفيا. عايشين في شبه عزلة تامة ومفيش عندهم أي روابط أسرية. أغلب الوقت بيكونوا عراة تماما وأشكالهم مرعبة جدا. في رأي بيقول إنهم قبيلة من عبدة الشيطان بسبب وجودهم دايما في المقابر مع جثث الموتى. وفي رأي تاني بيقول إنهم قبيلة طبيعية طالما ما بيأذوش حد، وإن كل ده مجرد تطبيق لمعتقداتهم الدينية.